مشاهدينا الكرام، وسعدتم صباحا، اهلا بكم الى هذا الموعد الاخباري. يشارك اليوم وزير شؤون الخارجية عبد القادر مسهل في أشغال الدورة العادية 51 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بالقاهرة. الدورة تعكف على مناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية، خاصة تطورات القضية الفلسطينية والوضع في ليبيا، سوريا واليمن، فضلا عن بحث سبل تعزيز وترقية العمل العربي المشترك في العديد من المجالات، بالإضافة إلى جملة من الموضوعات تتعلق بسبل مكافحة الإرهاب وتقييم العلاقات العربية مع التجمعات الدولية والإقليمية. كما يشارك مسهل بالقاهرة في أشغال الاجتماع الوزاري الثلاثي بين الجزائر، مصر وتونس حول ليبيا لمناقشة آخر التطورات في هذا البلد الشقيق. يقوم الفريق أحمد قيد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم بزيارة عمل إلى الأكاديمية العسكرية لشرشال الرئيس الراحل هواري بومدين. الزيارة تشكل سانحة للفريق قيد صالح لتقييم مدى تطبيق برنامج التكوين بالأكاديمية وعقد لقاء توجيهي مع إدارة هذه المؤسسة التكوينية العريقة وطلبتها. الاهتمام بتكوين خريجي الجامعات من بين الاستراتيجيات المسطرة من طرف الديوان الوطني للمركبات متعددة الرياضات بالتعاون مع مصالح الحماية المدنية، والهدف تطوير المهارات التقنية في الإسعاف الأولي مع الأخذ بعين الاعتبار الطور النظري المكتسب في الجامعة لمختلف المدربين. نور الدين ربيع. هم شباب حديثي التخرج من الجامعة، حصلوا على مناصب شغل دائمة في إطار تخصصهم، ولمزاولة عملهم كمستشارين مدربين في الرياضة يتلقون تكوينا ميدانيا خاصة في مجال الإسعافات الأولية لمرتدي المسابح. formation que elle était vraiment intéressante vu que حنا auparavant n'avait pas fait de formation en secourisme et tout et on est en contact direct مع les enfants à tout moment يقدر يصير بعد شر ان اكسيدون et ça nous a apporté un plus. واش تعلمنا اليوم مثلا الحاجه الاولانيه اللي غرق الطفل كيغرق حاجه الاولانيه اللي نديروها من بعده من الخطر. هو برنامج متكامل مدروس يتجاوز الحجم الساعي تاعو 20 ساعة تكوين بمعدل ساعتين كل يوم، بحيث يسمح للمؤطر أنه يواجه أي حالة أي حادث يصيب الرياضي. تنمية قدراتهم التقنية على التأقلم بسرعة مع المواقف الطارئة مثل الحوادث الخطيرة ساعة وقوعها، برامج ينتهجها الديوان الوطني للمسابح مع أعوان الحماية المدنية لتطوير مهارات هؤلاء الشباب. مثل هذه الدورة التكوينية فيما يخص الحماية المدنية تساعدهم باش يخرجوا لنا أطفال في تخصص السباحة على مستوى عالي إن شاء الله. عندنا حوالي 300 إطار رياضي مقسمين بين مستشارين رياضيين ومربي رئيسيين ومربيين في السباحة. عندنا حوالي 25 إطار عندهم مستوى عالي في الممارسة وفي التكوين. تسطير برامج تكوينية لخريجي الجامعات بالمرافق العمومية الرياضية وتأهيلهم من أهم العوامل لتطوير وتأطير هؤلاء الشباب حول سلامة الرياضيين من كل الحوادث الغير المتوقعة. انطلق أمس بقصر المعارض بالعاصمة صالون الدولي 15 للمرأة تحت شعار حواء 2019 بمشاركة 130 عارضا، وهذا إلى غاية 9 من الشهر الجاري. التغطية لدلى الماضي والقراءة لملكة خليفة. موعد مع الجمال والأناقة يضربه الصالون الدولي للمرأة، أدوات كهرومنزلية ومستلزمات التجميل والألبسة، أبرزت المنتوج المحلي المميز والأجنبي كذلك. هي التفاتة يعني للمرأة الجزائرية خاصة، نعرف مشاركة 130 عارض، يعني الهدف من هذه الطبعة هو ترويج المنتوج المحلي. C'est un produit local, on est installé à Constantine. احنا نخدموا لا جام كوزميتيك لا فيتوثيرابي. وبمناسبة عيد المرأة تخفيضات مميزة بالصالون.
ونورغانيزيو شاك اني في الوي مارس هذه نختصوا دي بروموسيون سبيسيال نقصوا فيهم قريب 30%. وعندنا اشكال وانواع كثير مليحه وعندنا خصم 50% وان شاء الله يكونوا عندنا مفاجات بريزونتي ودلا نوفوتي و سورتو لي انوفاسيون اللي تخرجوا من الصالد كيما سنا الحاجه الجديده في السوق الجزائري وحاجه سي اون بروميير ان الجيري خرجنا لو بروميير جيل لا فيسيل. فرصه لا تعوض فكنا في الموعد. دوليا أجلت قوات سوريا الديمقراطية 3000 شخص بينهم 200 عنصر من ما يسمى تنظيم داعش الإرهابي من قرية الباغوز الواقعة قرب الحدود السورية العراقية. وفي أعقاب عملية الإجلاء شنت عناصر من قوات سوريا الديمقراطية عدة هجمات ضد التنظيم الإرهابي المحاصر في قرية الباغوز الواقعة بريف دير الزورة. مددت الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات المفروضة على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية منذ العام 2014. وقال البيت الأبيض في بيان وجهه إلى الكونغرس أن سريان العقوبات سيكون اعتبارا من 6 مارس الجاري وتشمل عددا من المسؤولين ورجال الأعمال الروس وشركات ومؤسسات روسية وكذلك مسؤولين في حكومة الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش. في الرياضة يواصل المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم تربصه لليوم الأخير بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى استعدادا للمواعيد الدولية القادمة وذلك بقيادة المدرب ليدوفاك باتلي الذي استدعى لهذا المعسكر 22 لاعبا من أجل الوقوف على مدى جاهزيتهم. وبأخبار الرياضة نكون قد وصلنا إلى طي أوراقنا الإخبارية. للتواصل معنا عناويننا الإلكترونية تبقى دائما في الخدمة. شكرا لكم على المتابعة. ألقاكم بخير.